واسمحوا لينا نبدأ بأول سؤال. معنا الأستاذة سارة من كفر الشيخ. السلام عليكم يا فندم. أهلا وسهلا، اتفضلي يا أستاذة سارة. ازي حضرتك؟ أنا كنت بسأل سؤال عشان والدتي عايزة تطلع الحج، نفسها تزور الكعبة يعني. نعم. هي الحقيقة مش معاها الإمكانيات المادية، هي بتسأل هل ينفع إن هي تقترض من البنك أو إن هي تعمل جمعية مثلا عشان بحيث إن هي تروح، لأن هي نفسها تروح دلوقتي وهي فيها صحة إن هي تروح. طيب وهي للأسف عليها ديون، فهي خايفة إن هي تروح وهي مديونة، فيبقى ده مش صح يعني. ديون بسيطة. طيب عايزة تقول حاجة الحاجة؟ يا حاجة عايزة تقولي حاجة؟ هي عايزة تقول إن الديون بتاعتها بسيطة وعندها الإيجار. يعني ما تكتريش عليها، إحنا ربنا يسدد من عليها، ما تكتريش عليها الديون، ربنا يبارك، ربنا إن شاء الله يسد من عنها. بصي يا حاجة، الحاجة المسألة بسيطة خالص. أولا أنت مش واجب عليك الحج، لأن الحج لمن استطاع إليه سبيلا، استطاعة السبيل ده هو القدرة المادية والقدرة الصحية، فأنت مش واجب عليك دلوقتي الحج يا حاجة. لكن انت لو حاسه ان انت دلوقتي، طبعا احنا بنتكلم على الحج ولسه بدري على الحج، فانت دلوقتي بتتكلمي بتقولي عايزه تجهزي نفسك ان انت تحج. بصي يا حاج، لو ان الديون اللي عندك دي مش ديون حاله دلوقتي، والديون ديت اصحابها سامحين ان انت تسافري للحج، مفيش مانع ان انت تقترضي وتحجي. لكن لو انت بتساليني، انا ما بحبش ان انت يبقى عندك دينين. انت ربنا سبحانه وتعالى مخلي لك المساله فيها سعه، فما تكتريش على نفسك. لكن انت لو مشتاقة ومش قادرة وخلاص وهتقدري تسددي الديون دي خلاص، بس انت مش واجب عليك الحج يا حاج. لكن انت لو حاسة ان انت دلوقتي حاسة ان انت هتقدري دلوقتي تحجي وبعد كده مش هتقدري، حتى لو انت بعد كده ما قدرتيش وخلاص مش واجب عليك. فاللي حاصل يا حاج، انا بقول لحضرتك، انت لو اقترضتي عشان تحجي ومحدش بيطالبك بالديون دي، انت حجك صحيح. لكن لو انت هتقترضي والديون دي اصحابها بيطالبوكي بيها، لا، الاولى ان انت تسددي ديونك يا حاج خلاص. فان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يوسع عليكي وتحجي ان شاء الله من وسع يا حاجه.